السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عزيزي عضو هيئة التدريس بجامعة الأمير سطام بن عبد العزيز، أهلا بك. في هذا الشرح سنوضح كيفية الحصول على بريد إلكتروني جامعي. بمجرد تسجيل أوراقك في الجامعة تحصل على بريد إلكتروني جامعي يمكنك به مخاطبة باقي منسوبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والطلاب بشكل رسمي، ويمكنك استخدام بريدك الإلكتروني عن طريق الخطوات التالية: من صفحة الجامعة الرئيسية انقر على خدمات أعضاء هيئة التدريس. سيظهر لك قائمة الخدمات التي تتيحها الجامعة لمنسوبيها أسفل إطار البريد الإلكتروني، انقر على الدخول للخدمة. ستظهر لك صفحة جديدة تتطلب البريد الإلكتروني وكلمة السر، قم بإدخالهما. ستظهر لك شاشة لاختيار اللغة والتوقيت الخاص بمدينتك. اللغة الأساسية هي الإنجليزية، ويمكنك تغييرها من قائمة اللغة Language واختيار العربية إذا أردت. لاختيار التوقيت الصحيح من قائمة التوقيت Time Zone، اختر توقيت الرياض كما هو موضح أمامك، انقر على Save. ستظهر لك شاشة البريد الإلكتروني والتي تحوي البريد الوارد والتقويم الخاص بك وغيرها من خصائص البريد الإلكتروني المتعارف عليها. يمكنك الآن إرسال واستقبال الرسائل الإلكترونية بشكل رسمي وصحيح، مع تحيات عماد تقنية المعلومات.